السلام عليكم، فلوج جديد من قناة ايبي فيديو. وفلوج النهاردة مختلف شوية، زي ما عودناكم هنروح اماكن جديدة. ومعانا سبحان الله لقيتني في وشي احمد علي وانا استاذ معروف يعني، ورايحين مع بعض دلوقتي مكان مش هنقول لكم عليه، بس هتشوفوه دلوقتي. وبعد ما اكلنا وخلصنا، هذا اخويا هو يا جماعه خلص الاكل. ايه ده؟ لا ده ما خلصش الاكل خلاص، لسه ما خلصش عادي، ومستنيين احمد علي عشان اخويا دلوقتي هيتعلم موسيقى. فين احمد علي؟ فين احمد علي؟ اهو احمد علي اهو يا جدعان اللي ماشي، يا رب تكونوا شايفينه. هو جد بس مش كده يا جدعان. شايفين احنا صورنا فيديوهات حلوه كده للمكان، المكان ده اسمه قصر الثقافه، ومعانا انس في المكان طبعا، ومعانا احمد علي اول مره يطلع معانا في الفلوج. ودي طبعا قناتنا الجديده اللي هنستمر عليها. انتوا شايفين المكان عامل ازاي؟ ده لسه كمان لما يتظبط ويترمم بقى، ويعني يبقى في دنيا ثانيه ان شاء الله، هنبقى نيجي يعني بعد ما يترمم. تعالوا ناخد بقى جوله، تعالوا ناخد في هنا مكان كنت عايز اروحه. كنت بروح وانا ايام ما كنت في اولى اعدادي سوق. المكان ده كان بتاع كمبيوتر وكده، كنا ندخل نلعب فيه وكده، في حاجه بتبقى حلوه انا واخويا بس. هنكلمكم النهارده على قناه جديده. دي قناه بنزل عليها مثلا فيديوهات كوميدي وتحديات، وفي تحدي عملناه بس لسه انا عايز ابقى معاك. ما حدش يتزاني كده. احمد علي طبعا اول مره يطلع معانا في الفلوج، وطبعا مشرفنا حبيب احمد علي الحبيب. خليك في الوش. Surprise, motherfucker! طبعا زي ما انتم شفتوا حمام القصر بتاعي خرافي جدا، لدرجه ان انا حطيت تيل تبليع يعني. بس يا جماعه المشكله في القصر انه كبير قوي، شارينه ب 2 مليار جنيه مصري. يا جماعه علاقته كوميديه، وانا ماشي فجاه لقيت اتنين معرفش مين دول. يا ابني انت ايه اللي جابك هنا؟ احنا اصحاب القصر يا ابني. طبعا الباب ده، وانت بتقف على الباب ده بتعمل كده؟ ربنا يشفيك ان شاء الله.
حاضر حاضر، معلش يلا، سايبت عليا خلاص. تعال نشوف ده اللي بيقول احنا تبع القصر. احنا بيقولوا علينا بوابين القصر مش اصحاب القصر، بس انتوا تصدقوا علينا كده. خلاص سايبت عليا. طب ثواني ثواني، انا هديك مين؟ استنى، لا تجيب لي لو سمحت. تجيب لي لو سمحت. ثلاثة لو سمحت. ما تاخد خمسة اهو. والموبايل ده والموبايل. خمسة جنيه سحر. تقولي سحرية ليه؟ أقول لك قلت لها خمسة جنيه تاني. تتكلمني في عيونك حيلة وحكاوي كتيرة، متغير ياما عن زمن، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفردت كم مكان عايش جواك. بس كده الفلوج خلص، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان يجيلك الفلوجات الجديدة. سلام.